كواليس بقى كابتن ايمن حافظ مع محمد صلاح. لا ده محمد صلاح ده يعني ده حدوته حدوته مصريه جميله طبعًا. الحمد لله انا طبعًا. بتشرف ان انا في يوم من الايام كنت موجود معاه يعني من منتخب الناشئين والشباب وكاس العالم في كولومبيا. قعدنا مع بعض على فكره 50 يوم قبل ما نروح كاس العالم مع الكابتن ضياء السيد. رحنا لعبنا ده منتخب ده المنتخب الاولمبي مع الكابتن هاني رمزي في البطوله العربيه في في السعوديه. كابتن هاني رمزي وطارق السعيد وكابتن فكري دي من الايام الجميله كان في البطوله العربيه. فعايز اقول لك ان محمد صلاح طول عمره منضبط طول عمره لعيب على مستوى عالي جدا وعلى اخلاق عاليه. احنا قبل ما نسافر كاس العالم كان المفروض ان احنا رايحين نلعب في البرتغال مباراتين وديتين وكان هو في المقاولين لو تفتكر في 2011 2012 المقاولين كان هينزل وكان عندنا اربع لعيبه من المقاولين كان محمد صلاح ونني وعلي فتحي والجول احمد بحيري والمقاولين مش عايزين يدونا اللعيبه وهم خلاص نزلوا يعني كابتن سمير غزاله الله يرحمه اتكلم معاهم وقال لهم يعني ان مش هينفع وكان كنا احنا مسافرين تاني يوم وخدناهم قبل ما نسافر على طول ما فيش يوم واحنا مسافرين يعني جم معانا محمد صلاح من اللعيبه اللي طول عمرها ادب واخلاق ولعب. وبعدين في حاجات من الحاجات اللي ما بنساهاش مثلا واحنا في خدنا مكافئات بطوله كده كانت فلوس كتير يعني وانا اللي بجيب الحاجات وبوزع يعني اديته 10,000 جنيه زياده على الفلوس يعني والله ما كملت خمس دقائق واحنا في الفندق لقيته جاي مرجع لي ال 10,000 جنيه ويعني ده كان بالسهو منك يا كابتن ايمن ولا انت كنت لا بالسهو انت كانت المكافاه كبيره كنا وصلنا كاس العالم يعني كنا وصلنا كاس العالم وانا اللي بوزع انا اللي بجيب الفلوس انا بعمل كل حاجه وبوزع على اللعيبه وقاعد في اوضتي في الفندق واديته ما كملتش خمس دقايق قام رجع لي ال 10,000 جنيه 10,000 جنيه برضه كان يعني حاجه كبيره مش حاجه قليله صحيح صحيح لا هو مش المبدا نفسه هو شخصيه جميله ومحترمه يعني. على تواصل معاه كابتن ايمن طبعا على طول بعت لي على طول على الواتساب ويعني بتمنى له التوفيق حاجه مشرفه لمصر.